تحافظ على كليتي؟ حضرتك ده سؤال هام جدا، لانه احنا لغايه النهارده علاج القصور الكلوي لما بنفكر فيه بفكر محدود. ايه هو الفكر المحدود؟ انه المريض وصل لمحطه الغسيل فهيغسل او يزرع كلى، وانا ما بعتبرش ان ده الحل الناجح لموضوع الفشل الكلوي او القصور الكلوي. شطارتنا ان احنا نتغير من ان احنا نسند المريض بالغسيل او زرع الكلى الى الوقايه من الوصول الى هذه المرحله. ما زال هناك قصور كبير جدا، مش على المستوى المحلي، على المستوى العالمي، في ايجاد دواء ساحر يمنع تليف الكلى. فلذلك المفروض يبقى في ثقافه عامه ما بين الاطباء، التمريض والمواطن في الشارع، المواطن العادي يبقى عارف ايه هو السلوك القويم، سواء من التصرفات الصحيه، من الادويه وكل هذه الاشياء، بحيث نقي كليتنا من هذه المشاكل. وعلى سبيل المثال للحصر، المفروض لا نشجع على الجفاف على الاطلاق، يبقى بنشرب المياه بشكل منتظم بحيث ما يبقاش هناك جفاف. ومش معنى كده ان احنا بنشجع الناس يروحوا يشربوا مشروبات غازيه او غازه، المياه العاديه بحيث ما يبقاش هناك جفاف ولا يكون هناك افراط في شرب المياه. 2، التدخين بقى منتشر جدا. التدخين احنا بهمس في اذن الناس جميعا بكلمه واحده. احنا دايما الناس بتطلع تتكلم عن التدخين، يقولوا القلب، الشريان التاجي، الرئه، الحاجات اللي حضرتك عارفاها دي، لكن ما حدش عارف ان التدخين سام للكلى. فمن هنا احنا بننتهز هذه الفرصه وبنقول للمدخن، ارجوكم بطلوا تدخين، لان التدخين بيزود التليف في الكلى. ما فيش جزء من نسيج الكلى، سواء كوبيبات الكلى او انابيب الكلى او النسيج الضام اللي داخل الكلى، الا ما بيتاذى من التدخين. كلمه واحده، التدخين سام للكلى. الحاجه الثانيه، السلوك القويم بالنسبه للتغذيه. بننصح الناس ان هم الوضع المثالي هو ان احنا نقلل من السعرات الحراريه بحيث ما يبقاش هناك سمنه، وخاصه الناس اللي عندهم مبادئ سمنه الكرش او الوسط، ده يبقى يخلوا بالهم لازم نقلل السعرات الحراريه شويه. الحاجه الثانيه، الافراط في الملح. الملح ده خطر جدا على الكلى، فبناخد القدر الكافي من الملح. وانا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، لو ما ضفناش على الاكل اللي بناكله اي ملح اضافي، الاكل نفسه فيه ملح. فعلى الاقل لازم ما نحطش ملاح على ترابيزه السفره، وما نضيفش لا مخلل ولا الكلام ده كله. لازم نثقف الناس ضد هذا الكلام، ويمكن عشان نغير هذا السلوك نعلم الستات ما يكون عندهم اطفال رضع، لو هيدوله شوربه بلاش الملح في الشوربه، لانه ما تعودوا على اكل مملح مش هيسيب هذا الكلام. الادويه، تعاطي الادويه عمال على بطال خطر كبير جدا جدا. وفي ادويه لو قلت لحضرتك عليها هتستغربي جدا، كل الناس عارفه ادويه الروماتيزم والكلام ده والمضادات الحيويه اللي لها مشاكل على الكلى، لكن ادويه زي ادويه المعده اللي بتشتغل على حموضيه المعده، في هناك افراط في استخدامها. هي ادويه عظيمه جدا لما يكون هناك داعي لها، لكن الواحد يستمر فيها على طول بتاذي نسيج الكلى، فبرضه بنحذر من الادويه. عشان يعني نقولها بطريقه مبسطه، جميع الادويه ضاره بالكلى الا اذا كان هناك داعي طبي كبير جدا لاستخدامها تحت اشراف طبي. الاعشاب، في ناس كثيره جدا مهتمه بالاعشاب، يقول لك انا لا اخد اعشاب لان ده طبيعي. الطبيعي اذا كان طبيعي فعلا هيبقى مفيد، لكن الاعشاب معظمها بتبقى مغشوشه بايه؟ بتضاف عليها مسكنات وملينات ومدرات بول. ليه بيضيفوا هذا الكلام على الاعشاب؟ عشان الشخص يكون عنده الام في الكتف او في الظهر، فما ياخد الاعشاب يقول لك انا كل الالام اللي عندي راحت، فياخدها وما يعرفش ان هذا الكلام مؤذي جدا للكلى. ناهيك عن بعض الغش اللي بيجي من الاعشاب المستورده، ساعات بيبقى فيها بذور نباتات مؤذيه جدا للكلى. فيعني دي بعض الافكار اللي ممكن نقولها لمرضانا بحيث او للناس بصفه عامه، ازاي ناكل الكلى. اهم حاجه ما نزيدش في الوزن، ممنوع التدخين، ناكل الاكل المنتظم اللي هو معتدل في اللحوم، طبعا اللحوم دلوقتي غاليه فمعتدل بطبيعتها، لكن الملح كتير. نشجع على الخضروات والفواكه من الاول، لان الخضروات والفواكه فيها مضادات الأكسدة وبتحافظ على قلوية الدم، فمفيده جدا وبتقلل من تدهور وظائف الكلى. شكرا جدا.